عن هذا الحريق أنه التهم ما تبقى من حرية الصحافة في موريتانيا على الأقل في مشهده سمع البصري. ولذلك أعلن التضامن، وأعتقد جازما أن قناة المرابطون ستخرج من تحت هذا الركام أقوى وأكثر تصميما على مواصلة الدرب. يالت كل الموريتانيين يتضامنوا معها، لأنها فعلا صوت من أصوات الحق نادرة في هذا الوطن. هذا الحريق في الحقيقة حريق مؤسف، وراجعين من عند الموريتانيين يتضامنوا معها وتآزروا معها، وراجعين إن شاء الله فتح باب التبرع لهذه القناة، لأنها خط تحريري وخط إعلامي متميز يجب مواكبته، يجب الحقيقة عدم قطع صوته داخل منظومتنا الإعلامية في البلد. إذن نحن أصبنا للأسف من خلال هذا الحادث في مقتل، هذا المقتل لا بد أن نتجاوزه. إذن أتمنى للمجتمع التوفيق في أن يساعد القناة، وأتمنى للقناة التوفيق في أن تعود إلى سابق عهدها وأن تكون أحسن مما كانت، مع عدم أي تحفظ لي على ما كانت عليه، ولكن أتمنى لها أيضا أن تخرج وهي أقوى ماديا أقوى ذهنيا لأداء رسالتها. سمعنا هذا الحريق، الحمد لله اللي ما هو عمر، مؤمن لكن جسد باطي، أعرف هذا الحديث اللي يقوى الحد منهم، لكن نعتنهم جسد واحد وصار عضو منهم وصار مكانهم، الحمد لله وشاكرين لله أكبر من ذلك. بالنسبة للقناة يبدو أنها أنا أيضا في الوقت اللي أتضامن معها وتأسف للحريق اللي تعرضت له، وهنئها على حجم التضامن والتعاطف الذي حظيت به من مختلف مكونات المجتمع والطبقة السياسية والإعلامية الموريتانية. كلنا تضامن مع المرابطون، وكلنا أمل في أن تتغلب على آثار هذا الحريق هذه المحنة، وندعو بطبيعة الحال كل الغيورين على الإعلام الحر، كل الوطنيين الصادقين للتضامن والنصرة مع هذه القناة المميزة. المرابطون كما يوحي اسمها هي وصل، هي جسر بين الماضي المميز لهذا البلد وبين الحاضر الذي نرجو إن شاء الله أن يكون متألقا في الحاضر وفي المستقبل. المتضرر اليوم من هذه الكارثة بالدرجة الأولى هو أي صوت يراد له أن يكون حرا وأن يعبر عن ذاته وعن معاناة هذا الشعب. نتمنى إن شاء الله أن تتمكن المرابطون وبفضل جهود الخيرين من أبناء هذا البلد وطاقمها المتميز من استعادة تواصلها مع الجمهور من خلال عودتها للبث قريبا إن شاء الله. جاي نتضامن مع قناة المرابطون عقب هذا الحريق اللي صابها، ونختار ننوه عنها، هي أول منبر حر نقبل الدعوة منه، لأن فترة التراخيص اللي نعطات القنوات الحرة كنت في إضراب عن المقابلات، لكن القناة هي اللي كسرت ذاك الإضراب بأنها باطلو شيء ما قدرت، وجاي هون نتضامن معها وراجي لها المزيد من الإزدهار إن شاء الله، وشاكر على خطها التحريري والتنويري اللي متفقدين فيها. جئت اليوم صحبة مجموعة من الزملاء الأعزاء لنعلن عن وقوفنا وتضامننا مع قناة المرابطين. هذا الوقوف وهذا التضامن هو وقوف وتضامن على كافة المستويات المعنوية والمادية، وأيضا حضورنا اليوم لقناة المرابطين ونحن نتضامن مع الزملاء ومع إدارتها أيضا هو تثمين منا لهذه القناة التي نعتبرها من ضمن القنوات القلائل التي تتميز بمهنيتها وتتميز بإتاحتها الفرصة لكافة الآراء ولكافة المواقف، وذلك من خلال برامجها التحليلية وحتى من خلال نشراتها الإخبارية. أعلن تضامن وتضامن مجموعة لنا معها مع قناة المرابطون، لا لأن قناة المرابطون بقدر ما هي لأنها رسالة إعلامية كانت مضيئة، لأنها رسالة إعلامية كانت تحترق من أجل الآخرين، لأنها رسالة إعلامية كانت تلامس الواقع الموريتاني وتحترم الخصوصية الموريتانية وتدغدغ مشاعر الفرد الموريتاني وتوصل له ما يجب أن يوصل إليه، لهذا نحن مع المرابطين. غلاف الرسالة قد يحترق
لكنه في كثير من الأحيان لا يؤثر على الرسالة التي هي بداخل الغلاف. لذلك أوصيكم بأن تواصلوا في تبليغ رسالتكم النبيلة في هذه المهمة المهنة مهنة المتاعب. هذه القناة التي أثبتت الجدارة في وقت وجيز، وأعتقد بأن هذه المحنة ستخرج منها إن شاء الله منتصرة، وستعود إلى البث، ستعود إلى المشاهد الموريتاني، تنقل له الآلام والمآسي وتعيش معه الأفراح والأتراح. وهذه القناة مهما حل بها جديرة بأن تواصل عطائها بمزيد من القوة ومزيد من الإشعاع. نعبر عن تعاطفنا مع الإخوة القائمين عليها، وهو تعاطف مع مشاهديها جميعا أينما كانوا، مع المستفيدين منها، وهو تعاطف مع الإعلام الموريتاني عامة، لأنه متكامل في تنوعه، وهو بحاجة إليها وبحاجة إلى أن تعود إلى سابق عطائها وإشعاعها. فعلا كانت الخسائر كبيرة، وكانت أغلب التجهيزات التي